ايه الاخبار يا جماعه؟ ازيكم وعاملين ايه في وسط الظروف اللي احنا فيها دي؟ يا رب تكونوا بخير والناس كلها تكون ملتزمه بالقعاد في البيت. النهارده انا جايب لكم موضوع جديد كده هنتكلم فيه النهارده، وهو ازاي تجيب افكار للسيشنات بتاعتك. انا جايب لكم النهارده 13 فكره لتصوير السيشنات، وهوريكم دلوقتي واقول لكم اتنفذت ازاي والخطوات كلها. لو عجبتك الحلقه ديت اكتبوا لي تحت في الكومنتات تعمل حلقه تانية وهنزل اصورها بنفسي. لو الفيديو ده كان 5000 لايك فانا هعمل حلقه تانية وهنزل اصور كل الافكار نفسي، وتبقى افكار جديده طبعا غير الافكار اللي انا صورتها المره دي. تنساش قبل ما نبدا الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، دوس على زر الجرس تحت وخليه على الكل عشان اي فيديو جديد اعمله يوصل لك اشعار بيه. وهنبدا اول حاجه بالقصايص اللي هي بتتباع في المكتبات، القصايص اللي هي بتبقى على اشكال نجوم او حروف او اي حاجه وتبقى صغيره كده على في المكتبه، موجوده في المكتبات وبتتباع في المكاتب كلها، او دي او ممكن انت تشتري مثلا كذا لون ورق ملون او فرخ وتبدا انت تعملهم بايدك عادي، تقصهم كده تقصقصهم تعمل كذا الوان. لو مثلا هتصور موديل او حاجه فممكن تستعمل موضوع في فكره ان هو انت تاخد بيه حاجه اسمها شاتر سبيد. ايه شاتر سبيد دوت؟ انت لو بتصور حاجه زي كده فانت مثلا هترمي الحاجات ديت او هترمي القصائص ديت، بس لازم وانت بتصور تكون عامل الشاتر بتاعك على سرعه عاليه عشان يجمد الصوره، تعمل الاعداد بتاعتك اللي هي تاخد كذا لقطه في الثانيه عشان تاخد كذا صوره وتشوف انهي احسن صوره. طبعا هنا الصوره دي متصوره باي 7 مارك 2 عدسه 35 مللي فتحه 1.4. الشاتر سبيد هنا كان معمول 1/200 والايزو كان على 1000. هنا انت بقى لو عايز تصور نفسك كده صوره روشه وبتاع تحطها بروفايل وتحطها كفر، فانا اقول لك على فكره برضو حلوه، خلي حد يصورك بالكاميرا، يكون معاه كاميرا مصور يكون معاك، خلي برضو تصور بشاتر عالي. تبدا ان انت تمسك، بس خلي بالك وانت بتصور الصوره دي امسك الكاميرا بتاعتك تحدفها لفوق سنه كده وخليه يلقط لك الصوره، يعمل برضو نفس الاعدادات ويصورك الصوره. هتلاقي ان الصوره الكاميرا اتجمدت وايديك حواليها، ممكن برضو تحذف اي حاجه من القصائص ديت هتطلع لك صوره شكلها حلو قوي. هنا الصوره دي كانت متصوره بعدسه سيجما 35 مللي وكانون 700 دي، والايزو كان 800 والشاتر سبيد كان 1250. وعندنا هنا انك تختار فكره ثانيه اماكن يكون فيها انعكاسات او اماكن يكون فيها اضاءه كتير واشكال والوان وحاجات زي كده. كنت مصور سيشن انا حاجه زي كده، لو ما شفتش الفيديو فهيظهر لك في الاي اللي فوق هنا، خش شوفه. فانت ممكن تستغل المكان ودي الحاجات دي كلها ويبقى معاك عدسه فتحه عدسه واسعه وتصور صور، هتطلع صور جميله قوي، ويكون معاك مثلا عدسه فتحه واسعه فهتديك بلورك حلو في الخلفيه، تديك صور جميله جدا. هنا الصوره دي متصوره بسوني اي 7 مارك 2 عدسه 35 مللي فتحه 1.4 والشاتر كان 1/30 عشان تدخل اضاءه زياده، بس طبعا حاول انت تثبت الكاميرا معاك او يبقى معاك ستاند، فممكن تخلي الشاتر على 1/100 بس يبقى معاك اضاءه كويسه وتعلي الايزو ده هو كاميرتك كويسه في الايزو. هنا الايزو كان 200. طبعا انت لو عندك صور غامقه او حاجه في برضه فيديو هيظهر لك تعمل اديت للصور اللي وتظبط الاضاءه بتاعتها لو مظلمه خالص، ففي طريقه انك تظبط الصور ديت. ونخش على الفكره اللي بعديها واللي هي الحاجات اللي هي بتبقى بتاعت الاعياد الميلاد والشراره والحاجات دي. ثواني اوريها. هي بصوا يا جدعان الحاجات اللي هي زي كده ديت دي بتدي شكل واضاءه جميله قوي في الصوره، يعني مثلا لو عملنا كده دي لو استخدمناها في الصور برده بتدي اشكال جميله قوي في الصور. ممكن بقى تاخد بيها كذا صوره او كذا لقطه تمسكها للموديل، او لو انت بتصور بيهم عرايس برضو هيطلع شكلها جميل قوي في الصوره. لو استخدمتها في صور ليليه هيطلع شكلها خرافه. كنت مصور بيها انا صور بالليل، واللومد اللي ورا دي برضو كنت مصور بيها صور بالليل. هحط لكم برضو لينك السيشن تحت في الوصف لو عايزين تخشوا تشوفوه. خلاص خلصت. فدي كانت الفكره، فدي كانت فكره برضو. هنخش برضو على الفكره اللي بعديها. الفكره اللي بعديها هي الاماكن اللي فيها ورد والاماكن اللي فيها زرع، دي بتبقى بتطلع نتيجه حلوه قوي في الصوره. تصور في اماكن فيها زرع واماكن فيها ورد، ممكن مثلا توقف موديل في مكان فيه زرع وتخليها تمسك ورد وتقف تتصور بيها، دي فكره. الفكره اللي بعديها برضو السموك، في سموك كده بيتباع اللي هو الدخان دوت، بتولع فيه بيطلع دخان وتعمل بيه اشكال بقى تطلع بيه صور حلوه قوي، يعني لو جبت 2 3 عملت بيهم كذا صوره طلع معاك نتائج كويسه. وعندنا هنا في حاجه اللي هي بتبقى فيها لومات ديت، دي هتلاقيها كتير قوي، يا اما هتلاقيها في المكاتب يا اما هتلاقيها عند بتوع اللي بيبيعوا حاجات السيارات اكسسوارات السيارات، بتبقى موجوده كتير قوي اللومات ديت، وبلاقيها برده موجوده بتتباع في الرصيفه، يعني هتلاقيها منتشره بكتير قوي. تستخدمها تدي افكت واضاءه كويسه قوي وتطلع لك افكار حلوه. كل الحاجات البسيطه ديت بتطلع لك اشكال حلوه قوي في الصوره وبتفرق في الصوره جدا. في برده عندنا اللي هي الماجيك بول، دي برده يا اما هتلاقيها في المكاتب يا اما في اكسسوارات، بشوفها كتير قوي في الميكروباصات، فهتلاقيها في عند بتوع اكسسوارات السيارات
دي برضو بتطلع برضو اشكال وصور حلوة جدا، والحاجات دي كلها اسعارها ما بتبقاش غالية، يعني حاجات كلها بسيطة كده. وعندنا هنا زهر عباد الشمس الطويل دوت، ده انت لو جبته وصورت بيه صور هيطلع شكلها حلو اوي برضو، مش شرط اعدادات معينة. لو صورت برضو في بس بالعباد الشمس دوت في مكان فيه زرع هيبقى برضو هيطلع لك صور حلوة، ولو في مكان كده فيه بوك ورا وهيطلع لك اشكال حلوة اوي. والفكرة اللي بعد كده اللي هي تستخدم الفوانيس، اللي هي الفوانيس اللي هي بتبقى بيتحط جواها شمع ديت، ممكن تطلع بيها صور حلوة اوي، اللي هي الفوانيس الحديد دي هتلاقيها بتتباع كتير اوي بمناسبة ان احنا داخلين على رمضان، فانت لو عملت السيشن ده ونزلته يبقى شكله حلو اوي. تستخدم بقى تحط فيه شمعة جوه وتصور بالليل، ويبقى معاك يعني تظبط الإضاءة، تكون عامل حسابك في إضاءة كويسة وتصور بيه في أماكن، وتصور بيه في أماكن وتكون هادية. ممكن تستخدم البخور دوت إنك تعمل زي دخان كده حوالين الفانوس، هيبقى شكله حلو أوي. تاني حاجة ودي مش هتلاقيها غير على أمازون، مش عارف تبقى موجودة في المكاتب التانية ولا لأ، وهي البوكلام. دي بتبقى عبارة عن كتاب كده، فده ممكن تستخدمه برضه تصور بيه تطلع بيه صور حلوة. في بديل ليه ممكن اللي هو فيه اللي هو بتاع القراية دوت، بيتباع برضه في مواقع كتير، هتلاقيه حوالي 100 جنيه، ده ممكن تستخدمه برضه في الصور طلع لك صور حلوة قوي. والفكرة اللي بعد كده بقى اللي هي البيبي لايت، اللي هي اللمبة الصغيرة زي المحطوطة ورايا ديت، دي بتشتغل، ممكن تشغلها بحجرة او تشغلها بيو اس بي على الموبايل بتاعك اي حاجة. يعني ديت انا مشغلها بيو اس بي هنا، عاملها بالزرار تشتغل وبتقفل. دي انت ممكن تطلع بيها صور حلو قوي لو عندك، لو بتصور في اماكن فيها بوكا. البوكا دوت اللي هو الاضاءة اللي ورا لما بتتعزل بالعدسة فبتديك دوريات كده، دي اسمها بوكا افكت. فلو صورت بيها في اماكن فيها اضاءة كده والوان تطلع لك صور جميلة قوي. ممكن برضو تصور بيها سيشن كابلز هيطلع معاك حلو قوي. بس وهنا كان عندنا هي كده حبيت ان انا اشاركها لكم. لو عجبكم الفيديو دوت اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لو عايزين نعمل برضو حلقة تانية انزل اصور انا فيها الافكار ديت، او اصور افكار تانية اقول لكم على افكار تانية وانزل انا اصورها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو ما تنساش لو انت ما دوستش لايك دوس لايك، شارك المصورين اصحابك الفيديو دوت عشان يستفيدوا منه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.